نتأمل أنه يبين سمير كساب بعد معركة البجوز، وإلا الاحتمالات البشعة رح تكبر. بهيد الجملة ختم جورج كساب خي سمير المخطوف من سنة 2013 على أيادي داعش حد مدينة حلب بسوريا اتصالنا معه. الأنظار اليوم لتحرير سمير من داعش وميتروبوليت حلب لسريان الأرثوذكس المطران يوحنا إبراهيم ومطران حلب والإسكندرون وتوابعهم للروم الأرثوذكس بولس اليازجي وغيرهم من الرهائن. فقوات سوريا الديمقراطية أطلقت معركتها على آخر معقل لداعش بسوريا بالبجوز، وبعد تحركات على الأرض هل في مستجدات عند عائلة سمير؟ معنا تأكيد من يعني أنه سمير بين بمحل بهلا التطورات اللي عم تصير مع داعش، يعني اللي حتى باخر مطرح اللي هن محاصرين فيه هلا او عم بي يعني بالايام الاخيره. ونحن يعني نتمنى او يعني هذا يكون موجود بعده هونيك ويتم افراج عنه، بس معلومات دقيقه ما عندنا شيء، يعني تقديرات اذا بدك انه معقول يكون هونيك بس ما في شيء اكيد. بحسب احصائيات الشبكه السوريه لحقوق الانسان عن داعش 8349 مخطوف من 2011، ومع معركه البجوز كشفت منظمه الاغاثه والمصالحه الدوليه انه القس الايطالي الاب باولو دالوليو اللي انفقد بالرقه بال 2013 بعد عايش مع عدد من الرهائن استناداً لشهادات بعض الرهائن المحررين. فهل من معطيات عند الدولة اللبنانية عن كساب أو أي مخطوف تاني؟ تقريباً ما في معطيات أكيدة عندهم بشي، يعني بعد إذا بدك لحديت اليوم أنه أغلبية الجو سلبي لأنه أنه بعد ما بين شي فترة طويلة، يعني 5.5 سنين تقريباً وما بين شي. الحل الموجود حالياً هو سعي تنظيم داعش للتوصل لاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي ليأمن ممر آمن لعناصره بمقابل استعماله الرهائن للتوصل لاتفاق، والمطلوب محلياً تحرك المعنيين بالدولة اللبنانية. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب على يوتيوب ولايك لصفحتنا على فيسبوك.